مدركة هجمات متواصلة مسترسلة بجبهة المدركية خطيرة، والحارس هو أيوب مرزوق. أيوب مرزوق، إذا مرزوق ومرزوق رزقك الله الصبر يا عمري، وبالتالي وخطيرة محاولة المرور يمر خطيرة. جول 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 يا سلام سلم على السداسية السادسة يسجل هذا الهدف الصغير. يا سلام سلم على تيتيكو ميرس، يتمكن أسامة البياز من أسامة البياز، أسامة البياز يتمكن من تسجيل هدف ولا أحلى ولا أروع بطريقة جميلة وبمعاناة كذلك في التسجيل. إذا من يعاني الليلة، من طبعا يتألم الليلة، إنه وداد النسور، النسور النسور تتألم يا عمري تتألم، الجراح كبيرة، الجراح عميقة، الجراح كبيرة من جانب وداد النسور. أي جراح ماذا يا نسورهم؟ محاولة المرور ولكن الأوت. التماس التماس لصالح وداد النسور، على سيات التهديف، على سيات التهديد، على سيات التسجيل. كرة مرفوعة، مرفوعة جميلة، مرفوعة ولكن برأسها ولا أحلى ولا أروع من جانب توفيق مهين، يبعدها كذلك لدفاعات النسور. النسور تعاني، النسور تعاني، النسور تتألم، النسور تخفق في النجاح وتخفق في الوصول. وكذلك هنا الركنية عمدا في الحكمة، طبعا ضربة مرمى لصالح وداد النسور، ضربة مرمى لصالح النسور الخضراء، النسور النسور. يبدو ان النسور لا تصطاد صيدا وافرا بالليل، وبالتالي الليل ليل السبات، الليل السبات والنهار المعاش. خطيره 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 خطيره، وبالتالي ضربت خطا هنا تنفذ طبعا على مشارف مربع العمليات. طبعا اتلتيكو ميرس سيحاول من جديد ان يضيف السباعيه. سنشاهد السبن طبعا وراء الكره توفيق مهين. يلا يا توفيق، هل سيكون التوفيق حليفك؟ هل سيكون التوفيق حظك؟ اكيد ستكون طبعا تسديده مباشره ام غير مباشره، ماذا سيختار توفيق؟ على اختيار لك يا توفيق يا مهين. يا سلام يا سلام على مهين. إذا طبعا مروان أبنين حصل على بطاقة صفراء من جانب فريق وداد النسور. إذا هنالك محاولات طبعا مرسوية، أتلتيكو ميرس، أتلتيكو بلباو، أتلتيكو مدريد، سمي ما شئت، ادعو ما شئت، لقب ما شئت، انعت ما شئت، التسديدة قوية. جول نو 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 نو، خطيرة 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 خطيرة، تسديدة تذكرنا بروبرتو كارلوس طبعا المدافع الصلب من دفاعات طبعا ريال مدريد. القلعة البيضاء هنالك تسديدة جميلة قوية من جانب الاتلتيكو ميرس، مرسوية قوية والنسور تعاني. أين أجنحتكم القوية؟ أين أبصاركم الحادة؟ أكيد أكيد الدقيقة 15 والنسور لا زالت تعاني، النسور لا زالت تقول أنا من يعاني الليلة، ما الذي حصل الليلة؟ هذا الخصم تغير، أكيد تغير، إنه مرساوي هنا، إنه أتلتيكو ميرس، أتلتيكو بلباو، اتلتيكو مدريد او بالاحرى اتلتيكو تسنيت. يا لها من مرسوية، مرسوية مرسوية، تعود النسور نسورية والاوت، الاوت من جديد. ضربة تماس، تماس لصالح النسور، تماس لصالح النسور. على سيأتي الثاني، على سيأتي التسجيل، على سيأتي الهدف الشرف هنا. الان الحكم له خيار اخر. نهاية المباراة، نهاية المباراة بالسداسية نظيفة لاتلتيكو ميرس. إذا مباراة جميلة ستنطلق بعد لحظات بين حماكلاس وترجي.